لسان وخطورة اللسان، لأنه أي كلمة بتطلع من لساننا إحنا بنتحاسب عليها، سواء بقى هي حلوة أو وحشة. ليه اللسان بالتحديد؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. ليه اللسان بالتحديد وخطورة اللسان؟ والعلماء أولوا هذه الجارحة بمصنفات بكتب، هقولها بعد ما أقول بس عبارة للإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله، وهو يقول: الظواهر عنوان البواطن. الظواهر اللي بتطلع منا ده عنوان اللي في الداخل، الباطن زي ما بنقول على وشك يبان، هي كده بيبان كما قال القرآن: ولا تعرفنهم في لحن القول. إذن الظواهر عنوان البواطن، وأعمال الجوارح ثمرات القلوب وثمرات الخواطر، والأعمال نتيجة الأخلاق. العبارة دي لو ألف كل العلماء شيء بيعبر، بيعبر عن بشيء تاني. يعني الظواهر عنوانه البواطن، اللسان يعبر عما بالداخل. صحيح. إن كان فعلا في الداخل في ذوق وأدب وأخلاق وخوف من الله يظهر على اللسان، وإن كان في قوة وجبروت وظلم وعدم خوف من الله يطفح على اللسان. إذن الظواهر عنوان البواطن، وده أمر يعني لابد الإنسان أن ينتبه قبل أن يصلح الظاهر. لابد صلح اللي جواك أن ينتبه الأول إلى الباطن. اللي في الداخل. إحنا كتير قوي بنهتم بالظاهر ولا ننظر إلى الباطن، وأصبحنا في حياتنا نتعامل بالظاهر ولا نخبر ولا نهتم بمسألة الباطن. يعني حتى شوفي، حتى في حياتنا لو واحد مثلا راح يتزوج، هو أهم حاجة عنده الظاهر. واحدة مثلا تنظر إلى إنسان يتزوج، أهم حاجة الظاهر. لما أجي أسأله بسأله عن الظواهر، أنت عندك إيه ما عندكش إيه، ما بسألش حتى طب أنت عامل إيه مع ربنا، علاقتك إيه، علاقتك إيه مع ربنا، ليك جزء من القرآن، ليك تسبيح، ليك ذكر، ليك ورد، ليك عمل خير بينك وبين، أسأل إيه المانع. إذن البواطن تدل على ما في الظواهر، بتطفح على الظواهر. هذه العبارة قالها الإمام أبو حامد الغزالي حتى يبين أن ما يظهر على اللسان هو عنوان هذه الجريحة التي تسمى القلب. صحيح. يبقى إحنا لابد أن إحنا نصلح الباطن حتى يطفح ذلك ويظهر على اللسان بكل خير. نيجي للسان الأفى، وكما يقولون عنه هو جارحة صغيرة الجرم عظيمة الجرم. يعني هو حاجة بسيطة جدا لكن صغير ليها تأثير. تأثير تأثير إيه؟ بحركة اللسان يدخل الإنسان في الإسلام، وبحركة اللسان يتسخط أقدار الله، وبحركة اللسان يكفر، وبحركة اللسان ينطق بالخير ويصلح، وبحركة اللسان يتسبب في فتن كثيرة بين الناس. صحيح. بحركة اللسان تقام بيوت وتهدم بيوت. إذن اللسان حاجة مش سهلة طبعا كما البعض يظن. طبعا. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حذر، وهتكلم كيف كان، يعني كيف كانت موعظة النبي بشأن اللسان، كيف كان يعلم الصحابة يحافظون على ألسنتهم. إذن اللسان حركة مش سهلة، لذلك احنا نلاحظ يدخل الجنة يدخل النار بالضبط.